السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نوضح بخصوص عودة الدوام، راح يكون يوم السبت. طبعا سابقا قبل عطلة عيد الفطر وزير التربية قال الدوام حيبدي من يوم الأحد اللي هو 8/5، لكن حتى بالفيديو اللي نزلته اليوم قلت حسب المدرسة، حسب المدارس اللي تقول لكم. مثلا عندكم امتحانات شفوية المدرسة لازم تخبركم، تقول لكم عندكم امتحانات شفوية يوم السبت تروحون. إذا ما قلت لكم عندكم، يعني إذا قلت لكم عندكم عطلة يوم السبت وتداومون يوم الأحد، روحوا يوم الأحد. لأن كثير من التعليقات جاي أشوفها تعلق تقول ست مو انطاها وزير التربية عطلة يوم السبت والدوام يوم الأحد. صح، انطاها عطلة، قلت لكم حتى بالفيديو وضحت، قلت لكم حسب المدارس مالتكم. إذا قلت لكم عندكم امتحانات شفوية يوم السبت تروحون، وإذا ما قلت لكم يعني تروحوا على يوم الأحد وعندكم انتم امتحانات شفوية. لأن هسه باقي المدارس كل شوية وجاي تبلغ طلابها يقولوا لها هذا اللي عنده دوام يوم السبت تعالوا امتحنوا، وهاي المدارس يقولوا لهم عندكم عطلة. فقلت لكم تواصلوا ويا مدارسكم حسب المدارس مالتكم. صحيح انطاها الوزير عطلة، قلت لكم حسب المدارس مالتكم، تقولكم عندكم عطلة عطلة، او تقولكم عندكم امتحانات شفوية تروحون تمتحنون امتحان شفوي.